السلام عليكم شباب، هذا انبوكسنج لايفون 13 برو ماكس. والله كبير صراحة. انا طبعا دائما بتعامل مع السوني، لكن قلت نغير للايفون. اعتقد خلينا نفتحه، اعتقد بسم الله من هون، يمكن مش عارف انا هذا تغيير كبير بالنسبة لي أنا من أندرويد ل آيفون. والله الباكج رهيب فعلا، الغلبة رهيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا حاولت اللون الأخضر، لكن الازرق قصدي، في اخضر، لكن قلت له السيلفر لانه كان يا اسود يا سيلفر، فجبت السيلفر. والله لا باس، حلو. شوف المرايه هاي، شوف التصميم كيف، هاي بيجي مع السلك تبعه. طبعا الراس منه، اوه ايش هذا، شو هاد؟ اوكي، انا لسه بدوقت النظام هذا كله ايش، لكن المانيوال اي ليفل ممتاز. حطع سيارتي من ورا، تمام. يمكنها عشان السيم كارد اعتقد، عشان هيك تدخل فيها، تدخل السيم كارد. متفاجئ فيه العلبة، أنا صراحة العلبة فعلا، طبعا بحب العلب ما بعرف ليش، بس عم نيجي بدنا نفتح هيك. هذا برضه نيو اكسبيرينس لإلي، هلو. أول مرة بحياتي هناك، اوعي يكون بيغلطوا انا. مرحبا، اوكي مرحبا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، هلو والله. سويت اوبن، اوكي سوري. طبعا ايش اللغة؟ كويت. طيب اوكي، سيت اب طيب والله هاي بده وقت، توقعت اني ما اخلص، لكن هي الانبوكسين. شوف محلاها ما شاء الله، هاي تجربة جديدة بالنسبة لي. اوه خلص، فيسبوك يقول بلاش ليتر. بس ان شاء الله تكون تمام، ان شاء الله تكون يعني تجربة كويسة، ان شاء الله يعجبنا يعني.